ممتاز محمد المرسي، والتغطية الممتازة والقطعة حمودي، قطعة موجودة خطيرة، الباصة منتهى الخطورة، عبد الرحمن والباصة، هوب التصويب العرضية والهدف جول. الله 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 على الهدف الجميل، جول 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 جول. الهدف الأول هدف التقدم للداخلية من جملة ومن هجمة غير عادية ومن عرضية ساحرة جميلة جدا جدا، وعلى طول اللمسة الواحدة روعة الروعة بقدم اللاعب الأوغندي ألان كيامبادي عشان فريق الداخلية يتقدم الآن بهدف أول في الدقيقة 21 من الزمن الشوط الأول. عبد الرحمن وادي العرضية الممتازة والهدف الجميل اللي سجله يا سادة اللاعب الأوغندي ألان كيامبادي، ولكن الهجمة من بدايتها ممتازة، باصة عبد الرحمن وعرضية ساحرة بقدم جوهان، والتحرك الطولي ممتاز بقدم الأوغندي ألان كيامبادي.